شكرا للزملاء بالاستوديو، صباحكم سعادة. اليوم موضوعنا مختلف نوعا ما، راح نحكي عن موضوع شائع كلش بطب الأسنان اللي هو حشوة الجذر أو علاج الجذر أو سحب العصب. الموضوع هذا نحتاجه يوميا بعياداتنا الخاصة ومراكزنا الصحية، كثير ناس يوميا نقوم عملية سحب العصب لهم. شنو هو سحب العصب؟ ليش يتم عملية سحب العصب؟ شنو الأسباب المؤدية إلى عملية سحب العصب؟ وكيف تتم هاي العملية؟ طبعا سحب العصب هو عبارة عن عملية سحب الجزء اللبي، لب العصب اللي هو لب السن من الداخل، يكون بداخل السن. تتم بعملية خاصة يقوم بها طبيب الأسنان بالعيادة حصرا. تتطلب عملية سحب العصب من جلسة إلى 3-4 جلسات حسب حالة كل مريض، وممكن تأخذ وقت أكثر، ممكن نحتاج إلى جلستين إضافيتين أو ثلاثة حسب حالة كل مريض. طبعا عملية سحب العصب راح تكون مثل ما ذكرنا 3 جلسات. الجلسة الأولى راح يكون أول شيء طبيب الأسنان راح يأخذ أشعة للأسنان، راح يفحص بيها شكل السن، شكل قنوات الجذر، طول الجذر، الأربطة الماسكة حول السن، راح يبدي يقرر طريقة سحب العصب. بعد ذلك راح يقوم الطبيب بعمل فتحة، طبعا بعد تخدير المريض راح يقوم بعمل فتحة داخل وسط السن، ويبدي من خلال هذه الفتحة يبدي يسحب الأعصاب من قنوات الجذر. طبعا بعض الأسنان تحتوي على عصب واحد في قناة واحدة، وبعض الأسنان تحتوي 2 أو 3 أو 4 أو حتى أكثر في بعض الأسنان. طبعا هاي راح يقررها وراح يشوفها هو طبيب الأسنان بالاعتماد على خبرته، وأكيد بالاعتماد على أشعة الأسنان اللي راح يأخذها بالبداية. كثير من المرضى تخاف من عملية سحب العصب. عملية سحب العصب أو قطع العصب مثل ما يسموها المرضى هي عملية بصورة عامة ليست معقدة، وما راح يكون بها ألم إذا كان الطبيب أنطى بنج بصورة صحيحة وبكمية كافية بحيث يقطع الألم نهائيا خلال هاي العملية. مثل ما ذكرنا راح تكون في أغلب الحالات تحتاج لها 3 جلسات بالمتوسط، ولكن في بعض الحالات ممكن نحتاج أقل أو أكثر. الجلسة الأولى راح يقوم الطبيب بسحب العصب وباستخدام مواد معقمة، تعقيم قنوات العصب أو قنوات الجذر الباقية. يعني احنا كل جذر للسن بعصب واحد، بعد ما راح يسحب الطبيب راح يبدي يعقم هاي المنطقة معقمات خاصة نستخدمها في طب الأسنان. بعد أن يتأكد الطبيب أنه تم تعقيم كل القنوات الباقية وقتل كل البكتيريا وإزالة كل الرواسب المتبقية من العصب، راح يبدي يحشي هاي القنوات بمادة مطاطية وباستخدام لواصق خاصة بحيث راح يسد لنا كل الفراغات بقناة الجذر، بحيث ما راح يبقى عندنا أي فراغ ممكن بالمستقبل يؤدي إلى تكاثر البكتيريا وحصول ألم للمريض. بعد أن يكمل الطبيب في الجلسة الثانية أو نفس الجلسة في بعض الأحيان يكمل أن يحشي قنوات الجذر، راح يرجع ويبني السن من الخارج. بعد تكملة حشوات الجذور في بعض الأسنان تحتاج تغليف، إذا كان طبيب الأسنان يشوف أنه السن كمية السن المتبقي أو كمية السن المتبقية من الكراون السن أو تاج السن هي كلش قليلة وما راح تتحمل قوة الضغط بالأسنان، فراح ينصح المريض أنه يغلف هذا السن بعد عملية حشو الجذر، وهي شغلة كلش مهمة. بس ما كل الأسنان اللي نسويها حشو الجذر لازم نغلفها، الطبيب هو راح يبلغ المريض أنه هذا السن بعد عملية حشو الجذر لازم تغلفه، أو السن الثاني ممكن ما بيه مشكلة قوية أو ما عنده نقص كثير بكمية التاج للسن، فما راح نحتاج لتغليف. مجرد بعد ما نكمل حشوة الجذر ممكن نخلي حشوة فقط للسن وتخلص الشغلة. طبعا بعد عملية حشو الجذر نحتاج أشعة كل 6 أشهر وراها كل سنة للتأكد أنه ما يصير عندنا مشكلة مستقبلية بحشو الجذر. وشكرا جزيلا، وإن شاء الله السلامة للجميع، ونشوفكم بحلقة ثانية. شكرا جزيلا.